كل عام وانت بالف خير، منوره اليوم، شو هالاطلاله الحلوه؟ خبرينا من وين لابسه. الله يخليك يا حبيبتي. رامي قاضي ملبسني، المصمم اللي انا كثير بحبه، مصمم الازياء وميك اب وسيم غبغب وشعري نواف. طبعا انا بدي اقول شغله، نجوى احلى بمليون مره على الطبيعه، لا يخليكم واحد يشوفوها على التلفزيون، انا يعني من عشاق نجوى والحين يعني الموضوع ثبت. على العموم خليني بس اسالك عن سنه 2019، اليوم بنحتفل من اماره راس الخيمه وفي الامارات، شو بيعني لك انك تحتفلي مع شعب الامارات اليوم بهالليله المميزه وايش محضره لجمهور راس الخيمه؟ ما بقدر اشوف شعب عنده حب التطور والانفتاح إلا ما أكون مشاركة بهذا الموضوع. وخلال الحفل شفنا قد إيش نجوى كانت مبسوطة وفرش، وما أقدر أوصف كيف كان الجمهور جدا متحمس ومتفاعل معها، لدرجة إنهم قربوا كثير على المسرح، وبدورها نجوى طلبت منهم إنهم يعطوا مجال للجمهور بالصفوف الأمامية عشان يقدروا يشوفوا الحفل. بس بدي ترجيكم رجاء بسيط إنه تعملوا معروف اللي ورا هون مش عم يشعلوا مش عم يشعلوا، إذا في مجال هيك مرة هيك مرة هيك. نحن سمعنا انت نزلتي ملعون ابو العشق كثير حلو، بعشق تفاصيلك، بس اذا حابه توصفي سنه 2019 بوحده من هالاغاني، اي وحده بتكون تعبر عنها اكثر شيء؟ صراحه كلهم بحبهم، بس اللي بتعبر عن شخصيتي بعلق مشنقته، واللي بتعبر عن اللون اللي انا غنيته هي ملعون ابو العشق، واغنيه بعشق تفاصيلك ببلدتي بزحلي كانت ختام الصيف.